ولقينا واحد البركه اللي في حاله يرتى لها، وهنا اللي غنقدروا نقولوا ان هذا هو المغرب العميق. كنا دايزين هنا واستاذ زاتنا ان البركه ديالك حنا دابا شفناها من برا، اما ما خفي كان اعظم، من دخلنا لداخل لقينا الكارثه العظمى. ولكن اسيدي انا نقولك واحد القضيه دابا للامانه امام الراي العام، راه الناس كيجيو كيديروا براكه وكيبداو يولدوا 10 9 الدراري وبغاو الحكومه تصرف عليهم، ولا يعقل. لا انا تنقولك حيت انت قلت لي كلشي كلشي، راه الوضعيه الحاليه هي هذه، الحكومه خصنا نعاونوها ماشي نضربوها. دابا حنا من تنولدوا في حي صافي، حيت انت ما عندك حتى ما تاكل وكتولد 9 ولا 10 الدراري وكتقول الحكومه ما دارت لي والو، اش غادير لك الحكومه؟ متابعينا الاعزاء السلام عليكم مره اخرى، نحن في دوار دريس ايت احمو، ياك لاله هذا هو الاسم ديالو ديال سبت جحجوح، ياك لاله نواحي مدينه مكناس. جينا ولقينا واحد البركه اللي في حاله يرتى لها، وهنا اللي غنقدروا نقولوا ان هذا هو المغرب العميق. اذا السلام عليكم لاله، كي دايره؟ بخير امورك هانيه؟ لاباس حنان وهذا الشيء، الله يبارك فيك. لاله كنا دايزين هنا واستاذ زاتنا ان البركه ديالك حنا دابا شفناها من برا، اما ما خفي كان اعظم، من دخلنا لداخل لقينا الكارثه العظمى. دابا برا بان غير ذاك القصد ديالو داك الشيء هابط، يعني غادي تهبط غادي تطيح، ياك لاله؟ ومن اللي دخلنا لداخل لقينا هذا التكرفيس، هذا واش مازال في 2023 الناس عايشين هذه الحياه هذه؟ واه حنا انا وما عندي لا بنت اللي يشرح المحل لا خويا لا ولدي لا لا امي لا با لا إيه، انا مريضه راجل مريض. واخا واش هذه البقعه ديالكم انتم؟ لا ماشي ديالتنا، وين بحال ديالتنا لا بحال اش بحال ديالكم؟ كلينا عند عمي ادريس وجه بحال وجهكم، مني مات خلا ولادو، مني ماتو ولادو بقى غير شي شويه ما عقلت شحال بقى ولادو، مات به مات المصطفى مات محمد. نعم. وبقاو غير ولاد ولادهم. نعم. الله يرضى عليهم. نعم. اذا المتابعين الاعزاء، نحن لن نناقش الوضعيه القانونيه ديال هذه الاراضي، لان احنا عارفين هذه الاراضي ما كتباع ما كتشرى ما كتعطى، هذا الشيء ما غناقشوش، حنا نناقشوا الوضعيه الانسانيه حاليا. قولي لي لاله، بالنسبه لهذه الحاله اللي انت كمواطنه، واخا سيف انا ندوز لعندك ان شاء الله، انا عندك هاري نشوف هذه باش نشوف العنوان. لا باش تعرفوا المحل. دوار دريس احمو جحجوح اغوري الحاجب، هذا هو هذه هي المنطقه. غنجيب لك حتى انا. لا 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 ماشي مشكل. دابا لاله قولي لي انت كمواطنه مغربيه كتشوفي راسك عايشه هذه الحياه هكا، باش حاسه؟ شنو احساسك؟ اي كاينه وليدي الله يطلعتها. واخا وشنو الطلب ديالك الناس اللي غايشوفونا؟ شي محل كنطلب الوجهه حنان، وشي محل ما قديت نصاوب المحل، ما قديت حنان ونصلح المحل، غجبات عليا الوقت مريضه. ايوا هادشي اللي ما عندك وليدات؟ ما عندك لا ولو. ما عندي لا بنت لا ولد لا خويا لا با لا امي. هذا الزوج ديالك؟ اييه. نعم. السلام عليكم سيدي. ماشي الاول. لا لا ماشي ماشي زوج ديالك. لا زوج ديالك الحالي. من القبيله ديال با كيجي لبا. نعم. ولكن زوج ديالك هذا صافي، ما يهمناش الاول ولا الثاني، داك الشيء لا يهمنا. نعم. السلام عليكم سيدي. كي داير؟ بخير مزيان امورك هانيه؟ الله يحفظك اسيدي. كي داير صحيحه مزيان؟ الله يبارك فيك. قول لي سيدي، هذه الوضعيه اللي انتم عايشين فيها في هذا المكان اللي في حاله يرتى لها. دابا هذا المحل هذا. نعم. ديال دريس وحمو. نعم. ياك؟ نعم. ملي سكنت هنا انت قبل المسيرة اللي ساكن هنايا. انت قبل المسيرة ساكن هنا؟ قبل هنايا قبل المسيرة. تبارك الله. مشيتي للمسيرة بعدا ولا لا؟ مشيتي للمسيرة؟ لا ما مشيتش. علاش ما مشيتيش؟ لا خاصك تمشي، ماشي مشكل. على العموم. نعم على العموم. كانت الوالدة عندي عيانة وقعت انا ما مشيت لها ولا هوك. نعم نعم. هنا ساكن. كان درس رحمه الله يرحمه. حصلنا المحل. نعم. انا الاول في هذا الزنقي، هذا الشباب دابا اللي كتشوف. نعم. كلهم لقاوني قدامهم. نعم ولاد الحاله اللي وصلتوا لها دابا وليتوا عايش في الحال. نعم هضر لي انا على الحاله ديالك الاجتماعيه. نعم. انا لقاوني الدراري هنا، سكنت هنايا. ما كوصل حد، ما كيتعدى عليا حد. نعم. ما كنتعدى على حد. ملي كنت خدام خدام، المراه قاعده في المحل. نعم. ملي كتكون الخدمه خدام دابا اللهم لك الحمد. ودابا مين كتجيب المصروف ديالك اليومي؟ يعني مين كتجيب المصروف؟ المصاريف؟ المصاريف هي هذه المراه هذه. المراه مسكينه فاش تخدم؟ يا صاحبي. فاش تخدم؟ سوا اذا كانت المعاونه كتمشي للموقف كتخدم في الديور مسكينه كتضرب تماره في هذا السن هذا. انا قاعد في المحل. الا كانت تماره هي. اها. دابا موجود الله. اها. واخا وشنو الطلب ديالك الناس اللي يشوفونا؟ شنو تبغي تقول لهم؟ شنو تبغي تقول للناس اللي غايشوفونا؟ اش غادي يقول؟ لازم الناس يعاونوني، هو هذاك ما بغاوش يخليها حتى تاع على خاطره. ياك دابا هاد البركه هادي راه غطيح، بقاش راه مالت. هي راه مشات لي، واش غادي نعمل؟ انا كسب. واذا قدر الله راه تقدر تقتل الناس من غيركم انتوما، وحنا هادشي ما بغيناش. ايوا واش غادي ندير؟
لا اله الا الله محمد رسول الله. عندي من؟ ما عمرو دار جوله عندكم هنا السلطه ولا القائد لهذه البلاصه هذه؟ ها؟ القائد ما عمرو جا دار جوله شافكم جوله تفقديه ويشوف شنو واقع عنده في الدوار ديالو. دار نهار لازم هنا دار محضر ديالو؟ دار محضر؟ كانوا طاحوا. شكون انا محضر؟ ديجا طاحوا شي برارك؟ النهار الاول طاحت من هذه البراكه راه هو اللي بناها. طاحت عندكم شي براكه قبل؟ اي راه. اه نعم ديجا طاحت. ماشي هذه. هذيك راه اللي بنا القائد. كنا كنتمناو سيدي ما يكونش عندنا كاع هاد الاحياء الصفيحيه. ما عندنا ما نقولوا والله الا تمنينا ما نلقاوهمش كاع. وفين غادي نمشيو؟ عطونا شي بلاصه نبنيو ولا بنيونا انتم الحكومه ولا هذا هو اللي كاين. لا اله الا الله محمد رسول الله. لحقاش يستعصي علي اني نجاوبك لان الحلول ماشي في يدينا لا انا لا حكومه. الحكومه ما يمكنش توفر الناس كاملين باش نكونوا واضحين زعما باش يكون الوضوح. الحكومه ما يمكنش اي واحد توفر لنا. الحكومه عندها دخل محدود عاوتاني. نعم دابا الحكومه ماشي غير انا اللي كاين المغرب كله. ولكن اسيدي انا نقولك واحد القضيه دابا للامانه امام الراي العام راه الناس كيجيو كيديروا براكه وكيبداو يولدوا 10 9 الدراري وبغاو الحكومه تصرف عليهم ولا يعقل. انا ما زال هو اسمح لي ولا اللي ما عندوش ما يميز طبعا. يصرف كاين اللي يصرف انا كنقول لك كنقولها مباشره. لا انا تنقول لك حيت انت قلت لي كل شيء كل شيء راه الوضعيه الحاليه هي هذه. الحكومه خصنا نعاونوها ماشي نضربوها. دابا حنا من تنولدوا في حي صافي انت ما عندك حتى ما تاكل وكتولد 9 ولا 10 الدراري وكتقول الحكومه ما دارت لي والو. اش غادير لك الحكومه؟ الحكومه ما عندها ما دير. صلاه الهضره. الحكومه حنا اللي خصنا نديرو. ما عندها ما دير. صافي هذا هو الكلام. ولدتي ولادك. قد بهم زاد بهم صافي ما قديتيش ما تزطمش. الحكومه اللي عليها التدريس والامن و... شوف نعم درتي الاول الثاني ما قديتيش حبس. اما دير الاول الثاني اش داك اسيدي انت ساكن بركه الاول الثاني ما تقربهاش. ضروري الدار اللي ما فيها الدراري راه ما كان والو. وتدار اللي ما فيهاش الفلوس راه ما فيها والو. واحد الدراري يعاونوا. ايوا لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله يعاونوا. نعم سيدي نعم. اذا ما كانش الدراري دابا لو كان عندي جوج دراري ولا ثلاثه راه ياك راه تعاونوا. ولكن يتكبروا مساكن في ظروف ما هيش عاوتاني. واش غادي دير؟ واش غادير ما ديرش؟ ها؟ ما ديرش حسن. ما ديرش. كاين شي حوايج ما ديرش. ما ديرش. لا اله الا الله محمد رسول الله. دابا حنا تنتناقشوا ما هذا هو الامر الواقع وهذا هو الامر المفروض. خاص الحلول دابا ما هادشي لا يهضروا يهضروا وصافي. نعم. لا اله الا الله محمد رسول الله. واخا عطينا رساله اخيره انت توجه للناس اللي غيشوفوك. رساله اخيره نصيحه. نصيحه هي صوبوا لي المحل. اه. نصيحة ديالي عاونوني صبوا لي. انت باغي غير فين تسكن في سكن مريح صافي. سكن مريح. نعم ساكن. انت في هذا السن هذا وما بغيتيش ما تبغيش تمشي للخيرية؟ اه ما تبغيش تمشي للخيرية؟ اعوذ بالله. علاش؟ لا علاش؟ غير ندير للخيرية. هو الخيرية واكل شارب مدوش مرتاح. لا بالراحة. علاش؟ لا لا كوه كي قالوا شنو قال كوه. واخدين صورة سوداوية على الخيرية للأسف. للأسف. الخيرية لا. لا. واضح إذا وصلنا لهنايا. إذا المتابعين الأعزاء كيشفتوا الحالة ديال هاد الناس هادو صراحة عايشين في واحد الحياة يرثى لها بهاد المعنى. هو تيقول لكم السيد اللي بغى يتعاون معاه يتعاون معاه. هو راه ما بغى والو بغى غير اللي يعاود معاه هاد البراكة هادي. واخا حنا ضد البرارك ولكن هذا أمر الواقع ما عندنا ما نديرو. إذا وصلنا لنهاية هاد الحلقة.